احتفالات ما زالت متواصلة بالعيد 66 للشرطة المصرية، والذي يمثل ذكرى الحفاظ على الكرامة والسيادة ويجسد معنى التضحية من أجل الوطن. في كل مديرية أمن كان الحرص على النزول إلى الشوارع والميادين ليس للتأمين فقط، لكن أيضا لمشاركة المواطنين الاحتفالات. توزع الورود على المشاه وقائدي المركبات من قبل الضباط والقيادات بكل مديرية للتعبير عن أنه احتفال لكل الوطن وليس للشرطة فقط. عبارات التهنئة متبادلة بين المواطن ورجل الشرطة بهذه المناسبة، أعلام توزع وإرشادات مرورية، الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين الذين قاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة وقدموا الورود لهم، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية معهم تعبيرا عن مشاعر الحب الصادقة التي تربط الشرطة والمواطنين وترسيخ لمفاهيم الاحترام والتقدير المتبادل. احتفالات تأتي في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية التي تهدف إلى تعميق سبل التواصل مع المواطنين في المناسبات كافة، مع تفعيل الدور المجتمعي للوزارة.